السلام عليكم حبايبي، وياكم علي محمد. اليوم فيديو جديد راح نسجل عن طريق الموبايل، لانه اليوم راح نبرمج المايكروتك ك يعني راوتر عادي، او انت تشتري راوتر مايكروتك تبرمجه بالبيت. فاستخدمت الموبايل حتى شنو اشرح اسهل طرق برمجته. المايكروتك احنا نعرفه جهاز متقدم، بس اللي اكو ما يعرفه انه هو جهاز بسيط كلش بالبرمجه. اذا تريد راوتر اوكي، اي واحد يقدر يستخدمه عن طريق الموبايل، تقدر تبرمجه تمام. وبرمجته اسهل بهواي من التبلك عن طريق واجهه واحده وخلص الموضوع. دقيقه واحده يتبرمج اوكي. راح نبلش وياكم برمجة الجهاز حتى نشوف شلون طريقته. تروح تكنك، تشغل الجهاز اول شيء، تربط بالفتحه رقم واحد اللي كنا نعرفها مكتوب ايثر واحد انترنت. تطلع الاشاره اسمها مايكروتك، تكنك عليه. مثل ما قلت لكم استخدمت الموبايل حتى اتقرب، وشلون نقول للي ما يعرف كل شيء، احاول يعني افيده حتما ما عنده حاسبه. كنكنا على الراوتر، تكتب هذا الاي بي 192.168.88.1. كل المايكروتك هو يجي 88 اوكي ذهب. راح يفتح قبل بدون باسورد زين. راح تطلع عندنا هاي الواجهه الحلوه، هاي فقط نحتاج هاي الواجهه حتى نشتغل تمام، اللي هي اسمها كوكسيت. وهناش مكتوب هوم اي بي، يعني راوتر عادي. بتروح اول شيء هنا مثل ما تشوفون، تزوم شويه، راح نزوم على هاي الجهه. نتورك نيم سمي مثلا علي واي فاي. عندك هنا بي جي ان مضبوط، فريكونسي اوتو هاي عفوها. واي فاي باسورد، تختار باسورد الواي فاي مثلا 1 8. اللي يريد يغير الباسورد عادي غيره منه ماكو مشكله اوكي شباب. جيد، اكو بعد شنو؟ جست نتورك. الجست نتورك هي شلون نقول شبكه الضيوف، او الشبكه اللي اشاره ثانيه يبثها اوكي. اللي يحب يفعلها بس يضغط هنا، نكتبها مثلا نسميها جست، عفوا واي فاي. جست واي فاي باسورد، تقدرون تحطون غير باسورد، يعني انا حسب 1 8. اذا تريد مثلا تلمت السرعه حتى لا ياثرون عليك فرضا، يعني تقدر تحدد لها سرعه مثلا فرضا 1 ميجا، سرعه بطيئه حتى من تستخدمها ما يعني ما ياثر عليك اوكي شباب. كيفكم انتم، تريدون تخلوها مفتوحه وتريدون تخلوها مقفوله؟ خلصنا من هاي، كملنا هاي الجهه، نروح على هاي الجهه اوكي. هنا يقول لك اوتوماتيك، اذا هو الانترنت جاي مفتوح، يعني مثلا النانو بي الاشتراك ونانو بي نت، تقدر تبرمج هيك، او بي بي اي تربل بي اي العفو، تخلوه بهالطريقه هاي. تخلون هنا الاشتراك اليوزر وهنا الباسورد اذا بي الاشتراك. انا مستخدم اوتوماتيك، راح استخدم هالطريقه اوكي. يعني نصعد شوي نعوف هاي كلها اوكي ماكو مشكله. هنا أنا الباسورد مال الجهاز، القفل مثلا هاي نحسبه من 1 للـ5 حتى لا احد يفوت عليه ماشي شباب. خليت الباسورد، اكو خيارين هنا اذا تشوفون، هذا تشيك فور ابديت يعني تحدث الجهاز اوتوماتيك، مو مثل التبلينك هذا هو يحدث نفسه. وعندنا هنا الريست كونفجريشن اذا تحب ترسته. احنا هسه كملنا تقريبا ما ضل شيء، تنطون ابلاي تمام. نرجع مره ثانيه، راح تطلع عندي اشارتين، خلينا ننتظرها شوي. جيد، طلعت عندي الي واي فاي وجست واي فاي. والله خلينا نجرب الجست واي فاي، شفت الطينه يعني 1 ميجا. مثل ما قلت لكم الجست واي فاي هاي سرعتها اقل من الرئيسيه، حتى شلون نقول يعني ما ياثرون عليك، او عندك جيرانك كان يكون حشاشه وان هالسوالف هاي. خلينا نقيس السرعه مالتها ايش قد تطيب. والله تيست المفروض يعني اعتقد تطي 1 ميجا اوكي. تشوفون شباب تطي 90 89 تقريبا، يعني اقل من 1 بشوي، يعني 1 ميجا تقريبا اوكي. زين نرجع نكنك على الشبكه مالتي اللي هي شلون نقول علي واي فاي الرئيسيه. توصيل
تربط. اوكي نقول له تيست اجين. هاي المفروض تعطيني السرعه كلها الي او كذا. تشوفون عبرت 7 ميجا او يعني تقريبا 6. فبهالطريقه انت تقدر تخلي الاشاره مالتك اللي بالبيت ما تنطي الرقم السري، الاشاره الخاصه بك ماكو مشكله. وتقدر تطقست واي فاي اللي هي تخليهم يكنكون على 1 ميجا نص ميجا ماك. شباب نرجع للجهاز، فوت عليه مره ثانيه نشوف شو راح يطلع. طبعا هذا الشرح كله يعني هيك حكي زايد، هو كل دقيقه تكمله. مره ثانيه الرفرش، احنا سوينا الرقم السري من 1 للـ5 مثل 4 5. لوجن اوكي. هنا يطلع عندي المتصلين واي فاي كلاينت. اوكي حبايبي تشوفوها، هنا يطلع عندكم عدد المتصلين ماشي. هنا عندك السيجنال سترينث، هاي عفوا خطولي، بس هنا حتى تقدر تشوفوا بهاي الصفحه كل شيء. راح اشرح شويه يعني معلومات مفيده. اكو شيء نسيت اشرح اللي هي هايد، تقدرون تسوها مخفيه اوكي منا، وكذلك الجست هم تسوها مخفيه منا ماشي شباب. واذا تريد مثلا هاي الواحد ميجا مال الجست تقللها بعد فرضا اقل نص ميجا، تكتب 512 كي. الواحد ميجا هي 1000 كيلو بت، فتقدر يعني تخليها اشاره هيك مذله بحيث اللي كانك عليه ينذل هيك يتبهذل، بحيث يعني اللي شخص تعطينا انت تقول له انا خدمتي ضعيفه ما عندي خدمه. اوكي اذا تريد تذله بالزايد تكتب 64 او 32 كيلو بت. تنهي بعد يعني انترنت فاشل يصير بحيث يعوفك ما يكنك ماشي شباب. هاي كل الاوبشنات الحلوه اللي بالجهاز، قلت لكم اسهل من التبلينك ماشي. وتركزوا لي على الكويك سيت هاي اللي هي الهوم اي بي. هوم اي بي يعني جهاز انت يعني شلون براوتر مال البيت. الويب فيك لا تروحون عليها اذا ما عندكم خبره نهائيا، لا توصلوا لها، لان اذا دخلت على الويب فيك راح تشوفون امور هوايه هوسه تقدرون تلغوها منها. اوكي شغلكم كله على كويك سيت، لا تروحوا النهاية على الويب فيك اذا ما عندكم خبره والماي فيك. اوكي حبايبي اتمنى تكونوا تستفادون هذا الفيديو. شوية طولت وياكم بس مو مشكلة، هي المفروض الفيديو دقيقة واحدة ودقيقة ونص. تقبلوا تحياتي، أخوكم علي محمد.